بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. زي ما تعودنا كل يوم حد وأربع بالثانية الساعة 8 بنكون معاكم من 8 ل 9 ونص عشان نتناول أهم الأخبار في كل الألعاب الأخرى، سواء داخل جدران النادي الأهلي أو محليا وأيضا عالميا. وزي ما تعودنا مع حضراتكم في بداية الحلقة بنتناول موضوع أو اتنين بيكونوا مهمين جدا، بيكون في الموضوع ده رسالة وبيكون فيها يعني معاني كبيره بنحب الحقيقه نخش بيها على حضراتكم في بدايه الحلقه، لان زي ما قلنا احنا في برنامج الابطال لينا رساله، ورساله هنفضل نقدمها ان شاء الله لغايه ما نرجع في يوم من الايام نلاقي الجماهير في الملاعب مره تانية. خليني اقول لحضراتكم انه شعار او يعني اسم الفقره بتاعت النهارده اللي في البدايه الاهلي لا ينسى ابنائه. الحقيقه ده شعار وده دائما ابدا الاجيال بتتوارثه، وده من ضمن دستور النادي الاهلي في القيم والمبادئ ان عمر ما النادي الاهلي بينسى ابنائه. زي ما اللعيبه بتتباهى يعني اللاعب بعد ما بيبطل بيتباهى قد ايه هو لبس تيشيرت النادي الاهلي، حتى لو لبسه في الناشئين، بس بعد ما بيكبر وبيعدي بيه الزمن بيقول لك والله ده انا كنت لاعب في النادي الاهلي سواء ناشئ او لعيب في الدرجه الاولى. برضه النادي الاهلي بيفخر دايما بابنائه. كان في مباراة الكرة الطائرة كانت أول أمس، كانت ما بين النادي الأهلي ونادي القناة. كان لاعب النادي الأهلي أحمد عبد الستار بيلعب مع فريق القناة. الحقيقة أحمد عبد الستار لاعب سابق في النادي الأهلي هيعتزل السنة دي. كابتن محمد مصالح ميد وكابتن خالد أبو زينة المدير الإداري الاتنين الحقيقة عملوا لفتة جميلة جدا. تم تكريم أحمد عبد الستار وسلموه درع النادي الأهلي وعلم النادي الأهلي. الحقيقة دي لفتة بسيطة، يمكن ناس كتير جدا شايفاها حاجة بسيطة، لا دي ليها معنى كبير جدا جدا جدا. أحمد عبد الستار بعد عن النادي الأهلي خلاص وهيعتزل، بس في يوم من الأيام لبس تيشيرت النادي الأهلي. لما جه يعتزل النادي الأهلي كرمه، والنادي الأهلي قال إنه إحنا حاسين بيك وإحنا جنبك وشايفين اللي أنت بتعمله وشايفين إن أنت هتعتزل، كان لازم تتكرم. والحقيقة الموضوع ده مش في الطايرة بس، ما حصلش في الطايرة بس، ده حصل أيضا في كرة السلة. في شهر فبراير اللي فات برضو ماتش النادي الاهلي في كره السله مع مصر للتامين، لعيبه النادي الاهلي اللي مع مصر للتامين شريف الضيسطي وايضا مصطفى الشافعي اللي مثلوا النادي الاهلي سنين طويله، شفنا كمان كابتن اشرف توفيق وكابتن طارق الغنام المدير الاداري بيكرموا الاثنين لعيبه وهم في صالتهم في صاله الامير عبد الله الفيصل. الحقيقه شعار الاهلي لا ينسى ابنائه ده مش شعار، ده حقيقه. وصدقوني زي ما هو في الكوره هو في الالعاب الاخرى وكتير جدا جدا بنشوفه. حتى بعد ما بيبطل ويبقى مدرب او اي كارير هو دخل وبعد ما بطل بيظل النادي الاهلي بيعترف بابنائه وبيكرم ابنائه وبيفضل ابن النادي ده زي ما بيقولوا مش شعار او مش كلمه بتتقال وزي ما دلوقتي ابن النادي، لا ابن النادي اللي بجد، ابن النادي اللي فعلا اتحط في مواقف اثبت انه ابن النادي. في تقرير عملناه طبعا عشان نقول لكم على تكريم احمد عبد الستار وهو بيكرم من فريق طبعا الكره الطائره رجال. خلينا نشوف التقرير ده مع حضراتكم وارجع تاني. احب اشكر كل القائمين على الموضوع بتاع التكريم ده في النادي الاهلي، طبعا الكابتن ميدو واللعيبه طبعا كلهم زمايلي ومتربيين معايا من زمان، وبشكر طبعا قناه النادي الاهلي ان هي اهتمت بحاجه زي كده، وشرف طبعا ليا ان انا اتكرم في بيتي القديم. انا بلعب في النادي الاهلي من سنه 95 ولغايه رجعت الاهلي تاني 2007. يعني في كلام مش عارف اقول، يعني هو الكلام على ازاي اشكر النادي الاهلي ان هو خلاني دلوقتي واقف معاك وفي قناه النادي الاهلي، طبعا ده فضل كبير جدا من ربنا عليا. بشكر طبعا كمان القائمين في على الموضوع ده في واصحاب الفكره الرئيسيه اللي هو كابتن اسلام عثمان اللي هو المدير الفني لفرقه نادي القناه، هو برضو صاحب الفكره دي، ومشكورا طبعا كابتن ميدو مصلحي اللي هو وافق على الفكره دي، وشكرا للعيبه طبعا. وانا النادي الاهلي ده كان كبير، اتعلمت منه حاجات كتيره، واللي وقفني هنا ان انا تربيه النادي الاهلي في الاول وفي الاخر. يعني الحقيقه يعني احمد بيقول ده شرف كبير جدا ان احنا بنكرمك، لا الشرف لينا احنا يا احمد، الشرف ان لاعب زيك يعني ما زال حتى الان بينتمي حتى لو بعيد بس بينتمي لقلبه لهذا الكيان اللي هو كيان النادي الاهلي.
بس عايز اقول لكم حاجه وقارنوا بين المواقف وبعض. شايف يعني احمد بيقول انا مش قادر، في حاجات يعني ما تتقدرش بالفلوس، وفي حاجات يعني ومشاعر احنا مسيرنا في يوم من الايام هنبطل، ولكن في ناس باعوا النادي الاهلي عشان الفلوس، وفي ناس شافوا ان هم الفلوس هي كل شيء. صدقني الفلوس هتروح، جت زي ما راحت، ولكن اللي بيبقى لك هو حب الجماهير، حب الناس، حب الكيان. والنادي الاهلي عمره ما بيبكي على حد، اللي بيمشي خلاص بيروح وبياخد طريقه، ولكن النادي الاهلي بيكمل. انت عايز تكبر لازم تتشعبط في هذا الكيان. والحقيقه ابن النادي، انا بس عايز اتوقف عن الموضوع ده شويه، ابن النادي مش بكام سنه قضاها جوه النادي خالص، الموضوع ده لازم يتغير المفهوم ده عند الناس. ابن النادي هو اللي اتعرض لمواقف وهو جوه النادي تثبت ان هو ابن النادي، مواقف من مباريات، مواقف من ضغط، ان انت راجل يعني جالك عقود اكتر او جالك فرص احسن وانت ما زلت شايف النادي الاهلي هو الاحسن، ضغط ساعة ما النادي الاهلي يقول لك شكرا انا خلاص مش هتقدر تكمل معايا، وده وارد في كل حتة، يلاقيك ملتزم وزي ما دخلت زي ما خرجت. الكلام ده كله ما يتقدرش بمال، بس الناس بتفهمه، بس ما تجيش في الاخر تقول انا ابن النادي. ابن النادي يا جماعة لازم نغير هذا المفهوم. وانا اسف برضو عايز اقول حاجة، معلش انا عايز اقف على الموضوع ده شوية. ابن النادي اللي بيقولها كتير ما بيديش دليل عليها، فهو بيدرى في ضعفه. بيدرى في ضعفه ازاي؟ بيحاول يستقطب مشاعر الناس نحوه او 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 معاه. الكلام ده مش مظبوط. انت لازم يكون فعلك هو اللي يقول ان انت ابن النادي. وفي مواقف بتتعرض لها في تاريخك مش هتعرف تخبي على فكره، يعني انت لو قلت انا ابن النادي وتعرضت لموقف معين هتتكشف. فابن النادي مش بعدد السنين اللي انت قضيتها، ابن النادي هو اللاعب اللي مر او المدرب او ايا كان مين اللي مر باختبارات ونجح في هذه الاختبارات وخد 10 من 10، اذا انت ابن النادي. معلش انا توقفت على ده، احمد احنا فخورين بيك جدا، وعمر ما النادي الاهلي بينسى ابنائه، وهنفضل متابعين ابناء النادي الاهلي في كل مكان. ودي مش شعار، ده حقيقه عايشينها ولامسينها جوه النادي الاهلي. خلينا نروح مع حضراتكم للاخبار، والحقيقه عندنا اخبار كتير، الموسم في نهايته ومباريات والعاب كتير جدا بتفنش. خلينا ابتدي مع حضراتكم في سيدات كره اليد، احنا كنا قلقانين شويه على الفريق، ولكن الحقيقه هم عملوا انجاز كبير، فازوا على نادي الزمالك في صاله نادي الزمالك ب 100 عقبه بنتيجه 33-23. فريق السيدات كره اليد الحقيقه كان عنده هزه بسيطه، الهزه نتيجه تغيير اجيال، وده بيحصل في كل مكان، جيل بيبطل وجيل بيستلم منه. الفريق ده محتكر البطوله بقاله سنين طويله، محتكر الدوري العام سنين طويله. فالنهارده البطوله اتاخروا شويه. لما اتاخروا شويه في الترتيب بقول ترتيبهم الثاني بعد سبورتنج، كسبنا الزمالك، عندنا دي طبعا لقطات، كسبنا الزمالك، داخلين على ماتش، ده ماتش قديم. عندنا ماتش مع سبورتنج، ماتش مع الشمس. طب فزنا على سبورتنج والشمس الماتشين الجايين باذن الله نلعب مباراه فيصل مع نادي الشمس. المباراه في الدوري في الملعب. بس عايز احط بين قوسين حاجه، ان الفريق ده مر بصعوبات مهمه، مر بصعوبات كبيره، وتغيير جهاز فني والاصابات لعيبه وتغيير، ولكن انه يعمل كامباك ويرجع لمنافسه الدوري ده حاجه ما بتشوفهاش بس غير مع تيشيرت النادي الاهلي. والحقيقه في جدول احنا جهزناه مع فريق عمل البرنامج بترتيب الدوري عشان نعيش الناس ايه وضع فريق كره اليد سيدات. خلينا اقول لحضراتكم الجدول معانا على الشاشه اهو. طبعا في المركز الاول نادي الشمس، كل الفرق لعبت 12 مباراه. الفريق الاول دلوقتي نادي الشمس ب 34 نقطه. المركز الثاني بيجي النادي الاهلي، لعب برضو 12 مباراه 32 نقطه. في المركز الثالث سبورتنج، لعب 12 مباراه ايضا 30 نقطه. احنا ان شاء الله اذا ربنا كرمنا وقابلنا سبورتنج المباراه اللي جايه وكسبنا المباراه، هتكون عندنا في صاله امير عبد الله الفيصل بالجزيره. ربنا كرمنا وكسبنا المباراه، هنروح على مباراه الشمس، مباراه مهمه جدا كسبناها نلعب مباراه فيصل. زي ما انتم شايفين المنافسه على اشدها مع تقريبا الثلاث فرق الكبار، يمكن سبورتنج بعد شويه ولكن هيبان اكتر. سبورتنج عنده برضو نفس الطموحات اكيد، هيبان اكتر في المباراه اللي جايه لانها مباراه مصريه جدا هتكون على صاله الامير عبد الله الفيصل. طيب هنتنقل لكره السله رجال. طبعا تابعنا امبارح مباراه كره السله رجال مع النادي الاهلي ونادي الاتحاد. الحقيقه النادي الاهلي تسيد يعني المباراه في اغلب اوقاتها، وشفنا تألق من أليكس يانج لاعب النادي الأهلي المحترف في ثلاثاته وثلاث بوينتس، حط يمكن 27 نقطة امبارح.
شفنا مباراه ماشيه اكوال جيم، الاهلي يعني بيطلع بسكور كبير، الاتحاد بيعوض ويطلع باربعه خمسه بونت، والاهلي يطلع الماتش راح وجيك اكتر من مره. اللي عايز اقوله ان احنا يعني طبعا مع احترامنا طبعا للتحكيم ومع احترامنا طبعا لاداء التحكيم، والحقيقه كتوتال اداء التحكيم مش وحش، ولكن احنا بس هنعلق على اخر كره في المباراه. الحقيقه اخر كره في المباراه اللي في اخر ثانيه كانت مع اليكس يانج، كان بيشوط كره 3 بوينت من يعني ال 180 درجه او من البيز لاين من جانب الملعب، والحقيقه كان ضده فاول واضح للناس كلها. الحقيقه كان ممكن ياخد، كان دي رميه ثلاثيه، لو كان خد فاول كان خد ثلاث رميات، وارد جدا يجلي واحده والماتش يخلص برضه. بس احنا كنا بنتكلم انه كان يستحق اليكس يانج في هذه الكوره فاول. احنا مش هنقف كتير على موضوع التحكيم يعني طبعا، لانه الخساره بس مش يعني مش موضوع ما بقاش تحكيم بس، بيبقى فيه طبعا امور فنيه كتير جدا اكيد الكوتش اشرف ادرى بيها منا، ولكن احنا الكوره دي اللي اتكلمنا عنها بالاخص لانه كل جمهور النادي الاهلي شافها، وحتى خبره التحكيم نفسهم اتكلموا عن الكوره دي ان هي كانت واضحه شويه انها فاول، لانه اليكس يانج كان مسجل كور كتير 3 بوينت قبليها يمكن تقريبا 7 من 10 على ما اتذكر. فطبعا كان مهم جدا انه ما يحطش دي لان هتجيب الايكوال جيم وهيروح على الاكسترا تايم. فالحقيقه احنا مش هنقف كتير على موضوع التحكيم، ان شاء الله احنا دلوقتي في مرحله ان احنا نساند فرقتنا باقصى جهد وباقصى مسانده الحقيقه، لانه زي ما شفنا في دوري الان بي اي باسكت بول بيحصل ان فرقه بتتاخر 2-0. طب ما النادي الاهلي كان، مش هنروح بعيد، النادي الاهلي نفسه الفريق ده كان في نفس السيتويشن 1-0 ودخل على مباراه مع نادي الاتحاد كسب بقى 1-1، هي نفس القصه 2-1 زي 1-0. النادي الاهلي ان شاء الله اذا كسب بكره رجعنا للمربع 0 ورجع الامل تاني، ولكن المباراتين الجايين ان شاء الله هم مباراه كؤوس، مش عايزين نفكر في المباراه اللي بعد اللي جايه، احنا بنفكر مباراه بمباراتها، وعلى فكره بلاي اوفس كده، ما تفكرش في اللي بعد كده، فكر في المباراه اللي جايه. بس طبعا احنا محتاجين نقول بعض الامور المهمه عن هذا الفريق. الفريق ده كان فيه صفقات كتيره جدا جت السنه دي، في 9 لاعبين انا بس على ما اتذكر، احمد امين، اليكس يانج، احمد اسماعيل، ايهاب امين، انا اسف ايهاب امين، احمد اسماعيل، اليكس يانج، عندك عبد الفضيل، ايمن شوكت، عندك مجموعه كبيره جدا من اللاعبين، الشرشابي، عندك مجموعه، محمود الزيات، كل دول مجموعه 7، انا مش عايز انسى حد، بس كل دول مجموعه من اللاعبين اول مره تنضم للنادي الاهلي. على فكره الناس ما تعرفوش القايمه للفريق 14 لاعب، انا ذكرت 7 هم 9 الحقيقه، 9 لاعبين، ال7 القدام حتى بيلعبوا مع 7 جداد، وال7 الجداد ما لعبوش مع بعض قبل كده، فطبعا الهارموني لسه غايب عن الفريق. وخلي بالكم من حته مهمه كمان، مش بس الفرقه تتطبق مع بعض، لا المدير الفني مع اللاعبين كمان. انا ما اتمرنتش مع كوتش اشرف قبل كده، مش هيثم يعني اللاعب الجديد اللي جاي، ما اتمرنش مع كوتش اشرف، طب ما هو بالوضع الطبيعي انا مش فاهم هو عايز ايه لسه. كون ان النادي الاهلي يوصل نهائي كاس مصر ونهائي الدوري العام سوبر بعد ما عمل الصفقات دي تاني موسم او في نفس الموسم على طول، الحقيقه ده انجاز، ولكن جمهور النادي الاهلي دايما جمهور بيبص للبطوله ودايما بيبص للمركز الاول. خليني اقول لكم حاجه، نادي الاتحاد نادي او الفرقه فرقه قويه جدا ومحترمه ومعاها مدير فني رائع الكابتن مرعي. الفرقه دي اتبنت في 3 سنين، يعني قعدوا يبنوا في اللعيبه 3 سنين عشان يوصلوا للمنظر اللي احنا شايفينه الحلو في الملعب. فرقه بجد كويسه طبعا، ما ننكرش زي ما فرقتنا كويسه، ما الدليل ان هما الاثنين بيلعبوا في الفاينل ولعبوا فاينل ايضا كاس. فلازم يبقى عندنا يعني ثقه في الفريق وان الفريق عنده اكتر من كده بكتير. وخليني اقول لحضراتكم كمان ان مباراه بكره مباراه مهمه جدا واللاعبين مركزين، ومش محتاجين نقول حاجه غير حاجه واحده بس، ندعم الفريق حتى اخر ثانيه. وصدقوني الباسكت زي ما شفنا الحلقه اللي فاتت لعبه نص ثانيه مش ثانيه، تقدر تغير الكفه. بيستون سيلتكس كان كاسب 2-0 مع على ما اتذكر كليبرز تقريبا، ودلوقتي 2-2 وصلت النتيجه 3-2، مفيش بعيد خالص، كل حاجه قريبه، بس نركز في مباراه مباراه، بل شوط شوط. كل التوفيق لرجال كره السله، الحقيقه كنت محتاج اتكلم عنهم شويه لان المنافسات شديده او المنافسه من على تاني الاتحاد شديده جدا. طيب نروح لفريق السله سيدات، ما شاء الله ربنا يحميهم، كسبوا هليوبلس 2-0. يمكن المباراه الاولى كانت بعد اكسترا تايم، كانت مباراه يمكن كلوز جيم جدا. المباراه الثانيه النادي الاهلي تسيدها، فزنا نتيجه 76-63، ولكن ده لا يمنع ان فريق نادي هليوبلس فريق محترم معاه مدير فني محترم. طبعا كابتن علي هاشم كده 2-0 تاهلنا للنهائي. الناحيه الثانيه سبورتنج فاز على الشمس 2-0، النهائي مع
ان شاء الله مع نادي سبورتنج. والحقيقه بالحسابات كده انا كنت قلت لكم الحلقه اللي فاتت من رؤيتي يعني الفنيه كده ان غالبا الفرقتين دول هيكونوا في النهائي، طبعا ليس تقليلا من نادي هليوبوليس ونادي الشمس، ولكن احنا بنتكلم على الحاله اللي فيها الفرق دلوقتي. وحصل الكلام يعني الحمد لله النادي الاهلي تاهل مع نادي سبورتنج. هنشوف، اتوقع هنشوف مباراه كويسه. خلي بالكم نادي الاهلي ضم مي حلوه طبعا نجمه نادي هليوبوليس، فطبعا هيكون نادي سبورتنج انا اسف، وهيبقى دي تقريبا اخر مباريتين لمي مع نادي سبورتنج قبل انضمامها للنادي الاهلي. كل التوفيق طبعا للكابتن علي هاشم وبناتنا طبعا في المباريتين القادمين ان شاء الله عشان تبقى بطوله داخل الدولاب النادي الاهلي. خلينا نروح كمان لنهائي دوري سوبر سيدات السله. المواعيد احنا خلاص قلنا ان خلاص اتاهلنا، المواعيد عندنا لجنه المسابقات في اتحاد السله مشكوره حددت مواعيد الثلاث ماتشات بيست اوف 3. الرجال بيلعبوا بيست اوف 5، السيدات بيلعبوا بيست اوف 3 طبعا عشان المجهود العالي. المباريات هتبقى يوم 14 و16 و18 سبتمبر. لو فزنا ان شاء الله باول مباراتين مش هنروح للثالثه، تعادلنا في مباراه مع الثانيه هنروح لمباراه الثالثه الفاصله. وكل التوفيق طبعا لفريقنا ان شاء الله في هذا اللقاء المهم. زي ما الفرق بتنافس وزي ما الفرق شغاله في منافساتها، اداره النشاط الرياضي بقياده الكابتن رؤوف عبد القادر والاجهزه الفنيه ايضا بيدوروا على كل الصفقات اللي تقدر تنضم للنادي الاهلي. وده الحقيقه حصل طبعا. كابتن رؤوف عبد القادر منذ ايام اعلن عن انضمام فريده وائل ونهى شتى طبعا لاعبتا الفريق الاول لنادي هليوبوليس، وكان ليهم دور كبير بالمناسبه بفوز هليوبوليس بكاس مصر مع نادي سموحه في النهائي. انضموا بالفعل للنادي الاهلي، اعلنا عن الصفقه، جاهزين ان شاء الله ينضموا. يمكن نادي هليوبوليس بالنسبه له الموسم كده انتهى، فاكيد يعني ان شاء الله اللاعبتين هيكونوا هياخدوا الراحه بتاعتهم وهينضموا طبعا للتدريبات مع مي حلوه طبعا ان شاء الله. الحقيقه فريق السله السنه اللي فاتت في بطوله افريقيا ادى اداء كويس، بتهيألي بعد الصفقات المهمه دي بتهيألي السنه الجايه تبقى ان شاء الله سنه يعني فيها مكسب اكتر، وممكن نروح بطوله افريقيا وممكن نعمل حاجه. الدنيا ما كانتش بعيده خالص زي ما حضراتكم شفتوا في بطوله افريقيا. طيب نروح مع حضراتكم لرجال الطايره. رجال الطايره كانوا بيلعبوا القناه الحقيقه وفازوا 3-0. المصاله كانت امير عبد الله الفيصل، شفنا لقطات منها في تكريم احمد عبد الستار. 3-0. طيب احنا قدامنا ماتش مع طلائع الجيش يوم الجمعه القادم. فزنا مع طلائع الجيش في المباراه القادمه خلاص حسمنا بطوله الدوري العام بدون الانتظار لنتيجتنا مع نادي الزمالك في المباراه الختاميه. طيب الحقيقه انا عايز اقول لكم حاجه في الجدول، يعني في جدول احنا عديناه لترتيب الفرق، مهم جدا اعلق لكم على حاجه واعلق لكم ايضا على ترتيب الفرق والنقط. يعني خليني اقول انه في الترتيب النادي الاهلي، الجدول هيكون مع حضراتكم حالا. احنا عندنا في الترتيب الاول النادي الاهلي، النادي الاهلي لعب 20 مباراه عنده 57 نقطه. نادي الزمالك في المركز الثاني لعب 20 مباراه، الجدول مع حضراتكم اهو، لعب 20 مباراه فاز او اسكوره 53 نقطه. طيب نادي طلائع الجيش 20 مباراه 48 نقطه. طيب هتكلم عن الاهلي والزمالك. الاهلي لو فاز مباراه بتاع طلائع الجيش القادمه ان شاء الله هيبقى 60 نقطه. طيب لو الاهلي خسر او الزمالك ايضا فاز المباراه الجايه، وايضا لو فاز ايضا على النادي الاهلي المباراه القادمه هيبقى 59 نقطه، هيبقى تحت نادي الاهلي بنقطه. اذا الدوري هيكون للاهلي. يعني كده انا ليه بس حبيت اشرح لكم بالجدول، انه كده مباراه الزمالك ان شاء الله في حاله فوزنا على طلائع الجيش هتبقى مباراه تحصيل حاصل. والحقيقه زي ما قلت لحضراتكم الفريق الطايره بيلعب في بطولتين، يوم 14 عندنا قبل النهائي مع الزمالك قبل نهائي كاس مصر، وده يعتبر نهائي مبكر. وعندنا كمان المباراه اللي هي مباراه او استكمال الدوري هيكون بعد مباراه 14، او مباراه الزمالك هتكون بعد يوم 14 على ما اتذكر، يوم 24/9. زي ما انتم حضراتكم شايفين برضو ايضا في الجدول في الفريق الثالث طلائع الجيش 48 نقطه، في المركز الرابع سموحه 42 نقطه، الاتحاد السكندري 32 نقطة، الطيران 32 نقطة، هليوبوليس 22 نقطة، بتروجيت 22 نقطة، القناة 22، الشمس 13، سبورتنج 15، طنطا 4. طيب التقرير، طيب احنا عملنا تقرير طبعا بخصوص مباراة القناة مع الطايرة رجال. نستأذن حضراتكم نروح نشوف التقرير وارجع لحضراتكم تاني. We'll be right back.
واحنا مستعدين من بعد فتره الكورونا اللي غبنا عنها، وقفنا 3 شهور، فاستعدينا بشكل كويس. قعدنا 3 شهور بالظبط ونتمرن قبليها، فان شاء الله اخدين ماتش الماتش. النهارده خلصنا ماتش القناه، هنيجي ان شاء الله ربنا يكرمنا في ماتش الجيش نكسبه. عندنا برده ماتش الزمالك برده، ده بطوله لوحده لازم نكسبه ان شاء الله، رغم ان احنا لو كسبنا ماتش الجيش ان شاء الله خلاص اخذنا الدوري الرسمي، بس ان شاء الله برده ماتش الزمالك هنكسبه عشان احنا على في دول الاربعه ان شاء الله في الكاس نقدر نفوز عليهم ان شاء الله الماتشين الجايين ان شاء الله. والله باسم اول حاجه الحمد لله طبعا على المكسب، واحنا برده يعني من ساعه فتره الكورونا بعد ما رجعنا طبعا يعني استعدنا في وقت قليل، وطبعا كان في ضغط في التمرين وكده يعني، وان احنا مثلا عشان خاطر نطلع بالمستوى ده يعني طبعا ان احنا ضغط علينا في التمرين جامد، عشان خاطر برضه عاملين حسابنا ان ماتش الجيش هو ان شاء الله اللقاء الحاسم يعني في الدوري. والله زي ما حضرتك كده بتقول، هي النقط هي اللي بتقول الكلام ده، انما طبعا النادي الاهلي معود جماهيره ومعود الفرق كلها، وان هو بيلعب على كل ماتش بطوله. ماتش الجيش بيقربنا وبيحسم الدوري ان شاء الله لينا قبل ماتش الزمالك، انما احنا مش بنفكر كده خالص، احنا بنتمرن كل يوم، اللعيبه مركزه، الجهاز الفني مركز مع اللعيبه في تمرين كل يوم، والحمد لله احنا مركزين وربنا ييسر ان شاء الله. لله عوده احمد قطب النهارده عمل مباراه كويسه جدا، قدرنا نشارك ناس كتير قوي، حسام وعبد اللطيف ومنعم وابو السعود ويوسف مرجان، بجانب طبعا الخبره والناس اللعيبه تقيله زي احمد صلاح واحمد عبد الله وعبد الله عبد السلام طبعا، الناس دي وعبد الحليم، كل الناس دي طبعا بنجهزها، والكابتن محمد مصلحي مجهز كل الناس للمباراتين الجايين ان شاء الله، وباذن الله ان شاء الله زي ما عودنا جمهور النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله الدوري في النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن عبد الرحمن سعود هو في شد في العضله الضمه، وممكن ما يلحقش برضه مباراه الجيش او مباراه الزمالك. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن زي ما قلنا خلاص ان شاء الله مباراه طلائع الجيش هي مباراه حسم الدوري بالنسبه للكره الطائره رجال، عشان ننتقل ونغير البوصله على كاس مصر ان شاء الله، ويحافظوا دايما ابدا على كل البطولات الطائره تبقى في النادي الاهلي. هنروح للطائره سيدات بقياده الكابتن حمدي الصافي، بيستعدوا بكل قوه لمباراه الزمالك القادمه. طبعا احنا عارفين ان الفريق حسم البطوله طبعا في مباراه قبل اللي فاتت مع اصحاب الجياد، و خلاص المباراتين دول تحصيل حاصل، ولكن كابتن حمدي الصافي والبنات ما بيدوروش على الفوز او الفوز بالدوري بس، لا بيدوروا على العلامه الكامله، والعلامه الكامله ان شاء الله هتبقى مع ماتش نادي الزمالك. وخليني اقول لحضراتكم انه ترتيب طبعا احنا بالرصيد الاول ب 63 نقطه في 21 ماتش، وطبعا بعد النهايه والتتويج ان شاء الله الفريق اكيد هيتركز او الفرقه تركز على بطوله ثانيه وهي كاس مصر، علشان نحقق ثنائيه كالمعتاد لفريق فتيات الذهب، واللي معودين جمهورهم دايما على الفوز في كل الماتشات وبكل البطولات. وبكده الحقيقه نكون خلصنا كل الاخبار داخل النادي الاهلي. الحقيقه لازم اطلع لفاصل اعلاني وارجع لحضراتكم تاني عشان نكمل معاكم اخبارنا المحليه وايضا اخبارنا العالميه. اهلا بحضراتكم من جديد، نروح لاخبارنا المحليه، وزي ما قلنا دايما كره اليد معانا في البدايه دايما ابدا طبعا، عشان الحدث الكبير اللي في شهر يناير ان شاء الله كاس العالم للمنتخبات. منتخب اليد الحقيقه كان هيعمل معسكر 45 يوم، الحقيقه دخلوا الفتره الاولى من المعسكر وخدوا اجازه ورجعوا تاني للفتره الثانيه، سافروا النهارده الغردقه عشان يكملوا المعسكر بتاعهم اللي هيقعد من 9 سبتمبر ل 23 سبتمبر اللي جاي. طبعا المدير الفني الاسباني روبرتو جارسيا الحقيقه ادى للفرقه اجازه يوم او اثنين، طبعا دي صور من الاعداد البدني للفريق في الغردقه، والحقيقه زي ما انتم شايفين التركيز كان اكتر على اللياقه البدنيه. لعبه كره اليد لعبه عنيفه ولعبه محتاجه لياقه بدنيه بشكل يعني مكثف، فالحقيقه المدير الفني في الفتره اللي فاتت اهتم اكتر باحمال الحديد واللياقه البدنيه عشان يقدر يبقى ند قوي للفرقة اللي جاية، خاصة ان احنا مجموعتنا فيها السويد فيها تشيك وفريق جاي من امريكا الجنوبية، وزي ما شفنا مع كابتن طارق محروس لو الفريق ده ما تأهلش او البطولة ما تعملتش هيجي لنا فريق من اوروبا غالبا، اذا مجموعتنا ايضا مش سهلة، فلازم نبقى جاهزين فنيا وبدنيا لهذه البطولة. المدير الفني محظوظ عنده لعيبة
من منتخب الشباب، طالعين 7 لاعبين انضموا بعد كأس العالم، لعيبة واخدة الخبرة الدولية اوريدي مع اللعيبة الخبرة اللي موجودين اوريدي. فالحقيقة المنتخب يعني ان شاء الله مبشر بالخير. خلينا نروح كمان للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتمع مع رئيس اتحاد الكاراتيه عشان بحث استضافة بطولة افريقيا. طبعا الدكتور أشرف صبحي ورئيس الاتحاد كابتن محمد الدهراوي بحثوا طبعا حاجتين. اول حاجه استضافه مصر لبطوله شمال افريقيا اللي هيشارك فيها 6 دول واللي هتتلعب يوم 13 و14 فبراير القادم، وده طبعا لوجو البطوله. وكمان بحثوا استضافه البطوله الافريقيه شباب وناشئين وكبار، وهتتلعب في استاد القاهره شهر 8 اللي جاي. الحقيقه دكتور أشرف صبحي دايما يعني بيهمه جدا تنظيم البطولات العالميه على ارض مصر، لان ده بيدي اولا ادفانتج او ميزه كبيره جدا لفرقنا او منتخباتنا في التاهل او حصول على البطولات، وفي نفس الوقت بيدي رساله قويه جدا لمصر سواء في البنيه التحتيه، مصر الامن والامان، بيوصل قد ايه مصر قادره على تنظيم الاحداث الرياضيه الكبيره. فالحقيقه كل التحيه للدكتور أشرف صبحي، وكل التحيه لطبعا اتحاد الكاراتيه، وكل الدعوات بالتوفيق ليهم ان شاء الله. خلينا نقول برضو الجودو. طب انتوا عارفين حضراتكم الجودو لعبه مهمه جدا بالنسبه لنا. طب قبل جودو الاسكواش، خلينا في الاسكواش. انا اسف، في قبل جودو عندنا خبر الاسكواش. زي ما انتم عارفين الاسكواش هي احنا برازيل العالم واقوى دوله في العالم على مستوى اللعبه دي. الحقيقه لو شفنا اول 50 مصنف على مستوى العالم بدون مبالغه ممكن نلاقي 40 منهم مصريين. مصر نجحت في استضافه او الحصول على استضافه بطوله الناشئين سنه 2021، بطوله العالم للناشئين 2021، وبطوله العالم لفريق السيدات 2022. بطولة العالم للشباب كانت هتتلعب، المفروض كانت تتلعب في استراليا الشهر السنه دي في شهر ابريل على ما اتذكر، وتم تاجيلها بسبب تفشي وباء كورونا. فمصر اتاجلت للسنه الجايه، ومصر حصل طبعا حصلت على شرف استضافه هذه البطوله. وطبعا مصطفى عسل بطل العالم الحقيقه هو اكتر المرشحين للفوز بهذه البطوله، ومصطفى عسل بالمناسبه هو احد ابناء النادي الاهلي. نفس الكلام لسيدات السكواش 2022، برضه هننظم بطولة العالم على أرض مصر. عندنا بنية تحتية، عندنا ملاعب في السكواش على أعلى مستوى، قادرين على التنظيم. وده الحقيقة كان تصريح كابتن عاصم خليفة رئيس الاتحاد، قال لك إن مصر هتسعى في الفترة الجاية لاستضافة أكبر البطولات في السكواش، لأن مصر قادرة على ذلك. والحقيقة هو كرئيس الاتحاد مش هيقول كده إلا إذا كان شايف فعلا إن مصر جاهزة لاستضافة هذا النوع من البطولات خاصة السكواش. خلينا نقول السكواش فرض نفسه بقوة، يمكن ألعاب المضرب في مصر يمكن مش من الألعاب الشعبية الكبيرة، ولكن الاسكواش فرض نفسه بنتائجه وبمصنفينا الأوائل على مستوى العالم، فرض نفسه بقوة على الساحة الرياضية في مصر. كل التوفيق طبعا للعبة الاسكواش. نروح للجودو. الجودو الحقيقة لعبة مهمة لينا حتى على المستوى الأولمبي، لأن الجودو من أحد الألعاب المنتظر منها ميدالية واثنين في أولمبيات طوكيو 2021. خليني اقول لحضراتكم ان بطوله افريقيا اللي هتاهل لاولمبياد طوكيو 2021 ما اتعملتش لغايه دلوقتي. فالحقيقه اتحاد الجودو برئاسه الكابتن مطيع فخر الدين عمل برنامج مكثف للمنتخب في المركز الاولمبي، بالمركز الاولمبي في المعادي. البطوله هتتلعب شهر 12 اللي جاي، والبطوله بتاعت افريقيا دي في منتهى الاهميه لان هنتاهل منها لاولمبياد طوكيو 2021. وامبارح عمل الاتحاد عمل مسحه لكل اللاعبين عشان يستعدوا للمعسكر في المركز الاولمبي. وزي ما انتم حضراتكم شايفين طبعا استعداد فريق الجودو بشكل كبير. كل التوفيق طبعا للفريق، لان احنا زي ما كان معانا المهندس شريف العريان امين عام اللجنه الاولمبيه المصريه، الجودو عليه امال كبير جدا في تحقيق اكثر من ميداليه اولمبيه. كل التوفيق للاعبتنا طبعا ولاعيبه مصر في الجودو. خلينا نروح للام بي اي. الام بي اي الحقيقه على يعني زي ما بيقولوا على صفيح ساخن. ميامي هيتس طبعا او ميامي هيت فاز على الباكس الحقيقه، وطلعوا بره البطوله خالص بنتيجه 4-1. طبعا وجود يانس احسن لاعب السنه اللي فاتت واحسن مدافع السنه دي مع فريق باكس ما شفعلوش انه يكمل. الحقيقه نتيجه 4-1 دي نتيجه دلت يعني زي ما بيقولوا تدل على تسيد ميامي هيتس. وخلي بالكم ميامي من الفرق المرشحه بقوه طبعا للوصول للفاينل جيمز. خليني اقول لكم طبعا احسن لاعب كان في اخر مباراه كان جيمي باتلر، وحط 17 نقطه و10 ريباوند وكمان حط 6 اسيست. ده جيمي باتلر الصوره اللي انتم شايفينها، طبعا شايفين العنف
وشايفين قد ايه اللعبه عنيفه جدا. جيمي باتلر ده الحقيقه طول عمره كان ده طبعا زي ما احنا شايفين هاردن احد اللاعبين المرشحين بقوه انه يبقى احسن لاعب في الام بي السنه دي او ياخد الام في بي. خليني اقول لكم حاجه في الباسكت، الباسكت احسن لاعب في كاسين، احسن لاعب في البلاي اوفس او الماتشات الاقصائيه اللي بتحصل دلوقتي او بتتلعب دلوقتي، وفي احسن لاعب في النهائي اللي بيبقى بين فرقتين. طبعا اللي يعني نادر لما حد خد الاثنين، ولكن حصلت. ولكن الام بي اي زي ما انتم شايفين، انا عايز اقول لكم ان اللعيبه في تصريحات كتيره جدا ليها انها اتخنقت. يعني هو اللعيبه دلوقتي بقى لهم اكتر من شهر ونص معزولين في الفيلد هاوس في ميامي فلوريدا، انا اسف، في محجوزين في الملعب في الكامب ده، ما بيخرجوش ما بيروحوش يشوفوا اهاليهم عشان طبعا كورونا، لو حد خرج ورجع هتبقى مشكله. فالحقيقه بيعانوا اللعيبه من الحبسه دي، ونفسهم الدوري يخلص بسرعه عشان يرجعوا. وخلي بالكم الحبسه دي اكيد اثرت على مستوى لعيبه كتير. خلينا نلعب نرجع لوحش الام بي اي او احسن لاعب في العالم دلوقتي ليبرون جيمس. ليبرون جيمس استطاع انه يحط فرقته في المقدمه وفاز على روكيتس، وبقت النتيجه دلوقتي 2-1. خليني اقول لكم ان ليبرون جيمس حط 36 بونت الماتش اللي فات. ليبرون جيمس احد اهم اللاعبين. الجديد في ليبرون جيمس دلوقتي مش بس انه ماكينه تهديف في دوري الام بي اي، لا كمان اصبح ماكينه اسيست. بقى كل ماتش بيطلع حاطط 10 و12 و8 اسيست لزمايله. اسيست يعني باصات حاسمه، بيديك الباصه بتروح تحط. ده طبعا انتوني ديفيدز اللي لابس ابيض، ليبرون جيمس اللي لابس 23، رقم 23 اللي في الصوره هناك، طبعا قاطره بشريه، قوة بدنية هائلة. الحقيقة حطم أرقام كبيرة جدا. يمكن آخر رقم حطمه إنه بقى أكتر لاعب على مدار التاريخ فوز في مباراة البلاي أوفس. خلاص بقى هو اللعيب رقم واحد، ولسه قدامه 3-4 سنين. الحقيقة ليبرون جيمس هيتعب جدا جدا بعد ما يبطل، هيتعب اللي هيجي وراه من نجوم. أسطورة الحقيقة في كرة السلة. لو قعدنا نتكلم في إحصائياته مش هتلاقي احصائيات في الام بي اي دلوقتي لما تلاقي ليبرون جيمس فيها. يمكن كوبي براين او الراحل كوبي براين اللي مات في حادثه الطياره الهليكوبتر، الحقيقه ما عملش الاحصائيات دي والارقام دي. يمكن اللي سبقوا في هذه الاحصائيات والارقام هم اثنين، مايكل جوردن الاسطوره طبعا، وقبليه طبعا كريم عبد الجبار. وبالمناسبه كريم عبد الجبار كان لاعب في الليكرز. خلينا نروح على قصه او حادثه حصلت في بطوله امريكا المفتوحه للتنس. الحقيقه او الموقف ده محتاجين نتكلم عنه بشكل مكثف شويه او شكل طويل. اللاعب المصنف رقم واحد في العالم اللي هو نوفاك دوكوفيتش، اللاعب ده لاعب صربي، لاعب في منتهى الادب والاخلاق. حصل حاجه غريبه، اللاعب ده خسر السيرف بتاعه، خسر المجموعه 6-5. بالمناسبه اللاعب اللي انتم شايفينه الصربي اللي في الصوره ده نوفاك، لعب 20 مباراه في السنه دي ما خسرش ولا مباراه، وكان المرشح الاول للبطوله. لما خرج او خسر النقطه الفيصل، لا بيبقى في جيب اللاعب، لاعب التنس بيبقى في جيبه، بس خلونا الصوره دي شويه لما اخلص بس القصه، بيبقى في جيبه في كوره بتبقى معاه عشان السيرف. رمى الكوره بالمضرب، جت في الحكم اللي انتم شايفينها، الحكم اللي كنا شايفينها دلوقتي اللي هي لابسه، او حكم اللاين، ايوه اللي هي لابسه رمادي دي، حكم الخط. الكوره جت فيها، فزي ما انتم شايفين وشها احمر، او يعني الكوره جت في عينيها، طرفت عينيها. الموقف كان خض الناس كلها. نوفاك جري على الحكم، اعتذر لها وفضل معاها وفضل ماشي جنبها لغايه ما خرجت بره الملعب عشان تتلقى الاسعافات المطلوبه. نوفاك رجع للملعب، الحقيقه اللعب توقف زي ما انتم شايفين الصوره دي، اللعب توقف، وقعد الحكم او الحكم الكبير اللي هو شايفينه ده، او الحكم الملعب، قعد الحكم الرئيسي في البطوله، حصل مشاورات، نزل الملعب، قال له في 5 دقايق، الكلام ده كله في 5 دقايق، قال لنوفاك الحقيقه قررت البطوله، او قررنا استبعادك من البطوله. نعم، استبعادك من البطوله. انا عايز اقول لكم ان الصوره اللي فاتت دي هو قاعد بيتكلم على الحكم ده وهو بيتلقى استبعاده من البطوله. زي ما انتم شايفين شال الشنطه بتاعته، شال المضارب، شال، زي ما انتم شايفين الصوره بيتكلم معاهم بيبتسم، مفيش اي، بالرغم ان هو ما اخطاش الخطا الجسيم، هو ما عملش خطا متعمد انه رمى الكوره في وش الحكم، هو بيرمي الكوره بعصبيه سنه بسيطه كده. حتى انتوا لو شفتوا الفيديو الكره ما راحتش بقوه عنيفه للحكم، ولكن زي ما بيقولوا جت الراس في او زي ما بيقولوا الطوبه في المعطوبه، جت في عين الحكمه، الحكمه الحقيقه او حكم الـ 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 الخط، اللعيب استبعد. انا بس عايز اعلق على حتتين او نقطتين مهمين جدا في الحادثه دي. اول حاجه اللاعب رقم واحد على العالم نوفاك لما تلقى خبر استبعاده، ما شفناش بقى الثوره زي ما بنشوف في بعض اللاعبين لما بيتم طرده من المباراه يخرج يشوط الكولمان ويشوط الازايز ويخرج متعصب. لا، خرج بكل هدوء، شال شنطته، خرج من الملعب. لا ده مش كده بس،
ده نزل اعتذار لجماهير التنس ولكل الناس ولحكم الخط. ادي اول لقطه نطلع منها من هذه الحادثه. طب اللقطه الثانيه، حكم الرئيسي للبطوله استبعده. انت رقم واحد على مستوى العالم وانت المصنف الاول، ولو خرجت برضو البطوله هتفقد الزخم بتاعها، ولكن القانون قانون، واحترام القانون احترام القانون، هتستبعد يعني هتستبعد. طب انا مش قصدي، طب حضرتك انا ما كانش قصدي اجيب الكره، انا اسف، ما بررش، خرج اعتذر. قمه في الشياكه والجمال، والحقيقه يا ريتنا شئنا يتعلموا ده. وزي ما قلنا لكم، الرياضه قبل ما هي فنيات هي اخلاق، وده لو قدرنا نوصله للناشئ الصغير، يا رب الناشئ يكون بيتفرج علينا، قدرنا نوصل ده للناشئ، هيجي علينا اليوم في مصر اللي نلاقي الجمهور يرجع تاني، ونلاقي الجمهور يملى المدرجات، والجمهور يحضر المباراه ويمشي بدون مشاكل. احنا يعني انا بصراحه وحشني جمهور النادي الاهلي، وحشني الجماهير في الملاعب عامه بصفه عامه، لان الرياضه من غير جماهير بتبقى صعبه. بس مش هنقدر الجماهير ترجع الا لما بيكون في الاخلاق دي، الاخلاق بتاعه اللعيبه دي تتنقل ايضا الى الجماهير، وهي موجوده، ولكن محتاجين نذكر بيها جماهيرنا العظيمه. طيب خلينا نروح لخبر مهم جدا ايضا. روسيا ليها هيستوري طويل جدا مع المنشطات. اللي ما يعرفش الكلام ده يعرف لا، دايما المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات بينها حوارات وديالوج كبير جدا بينها وبين روسيا. يمسكوا لعيبة وبعد كده اللعيبة تتوقف، يوقفوا روسيا تقوم روسيا مش عارف عاملة ايه. الموضوع كبير جدا في المنشطات، وعشان اقول لكم موضوع المنشطات ده حصل فيه تقدم كبير جدا. روسيا عملت ايه؟ روسيا اقالت يوري جانوس. مين يوري جانوس ده؟ رئيس الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات. روسيا اقالته ومن منصبه في خطوة ممكن تأثر وتعمل مشاكل بشكل كبير جدا. انتوا عارفين كويس قوي انه زي ما بيقولوا التدخل الحكومي والقصص دي كلها بتبقى محض انظار من الاولمبيه الدوليه. فاستبعاد راجل زي ده في التوقيت ده وقبل انطلاق طوكيو 2021 ممكن يقلب المواجع على روسيا من تاني. ومش كده بس، الراجل ده تولى مهمته في 2017، والحقيقه برضو حصل بعد التقارير الصحفيه قالت ان استبعاده جه نتيجه انه حب يحط بعض الاسس مع الوادة عشان يقلل من موضوع اللعيبة الروسيين اللي بيتناولوا منشطات أو بيتمسكوا بالمنشطات. خلي بالكم روسيا بتحصل على عدد مهول من الميداليات الأولمبية، وبتيجي دايما منافسة عنيفة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية في والسنة الأولمبية اللي فاتت ما لعبتش يعني بسبب استبعادها بسبب موضوع المنشطات. فالموضوع الحدث ده بيتصدر الصحف العالمية لأنه حدث مهم جدا، وكل ما هنقرب من الأولمبيات، اسمعوا بقى مني، كل ما هنقرب من الأولمبيات كل ما هنسمع أخبار من هذا القبيل في موضوع المنشطات، لأن الحقيقة حرب شديدة جدا. وعلى فكرة التقدم الكبير اللي بيحصل في المعامل، سواء إزاي تكشف المنشطات أو إزاي تهايد أو تخفي تأثير المنشطات على الجسم، معركة علمية. يعني عايز أقول لكم معركة، يعني مش عايزين نقول حرب عصابات لأنه يعني طبعا دي رياضة، ولكن حرب كبيرة جدا بين المعامل إزاي تقفش المنشطات أو تمسك المنشطات دي، وفي الناحيه الثانيه ازاي اللي بيخترع المنشطات ما يتمسكش وما يبقالهاش تاثير على اللاعبين. خلينا اقول لحضراتكم الموضوع ده كل ما هنقرب كل ما يحصل فيه قصص وحكايات وهنجيبها لكم برضه. اليابان لا حدث الان في اليابان الا استضافه اولمبيات طوكيو 2021. زي ما قلت لحضراتكم وزي ما قالت القياده السياسيه في مصر طبعا بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الرياضه ليها دور كبير جدا في الشعوب. اليابان وهي دوله كبيره جدا مدية أولوية عظمى لتنظيم هذه البطولة، ووزيرة الأولمبيات، خلينا نقول إن الأولمبيات أصبح لها وزيرة في اليابان، ودي صورتها، اسمها سيكو هاشيموتو. الوزيرة قالت إنه تصريح للصحفيين، قالت يجب إقامة أولمبيات طوكيو بأي ثمن. عشان وزيرة زي دي بالتخطيط ده عشان تقول ده، يبقى هي شايفة مشاكل وشايفة أمور قد تعوق انطلاق البطولة في وقتها. وزي ما اليابان عودتنا بالجديد في كل حاجه، هتفاجئنا ايضا في تنظيم هذه البطوله. زي ما انتم شايفين اللوجو القديم كان 2021، اللوجو اللي حضرتك شايفينه بقينا دلوقتي 2021. وخليني اقول لكم كمان ان الوزيره قالت في المؤتمر الصحفي ان الناس كلها بتشتغل على قلب رجل واحد علشان نقدر نستعد لتنظيم الاولمبياد في ميعادها وباي ثمن وفقا للاجراءات المطابقه ضد فيروس كورونا. زي ما قلنا لحضراتكم البطوله، عايز اقول لكم برضو حاجه مهمه، ان هي بقت في 2021 بس اللوجو هيفضل 2021. طب 2020 انا اسف، طب ليه كده؟ ليه اللوجو هيفضل 2020 والبطوله هتتلعب 2021؟ لان البطوله اللي جايه هتتلعب 2024 في ميعادها. ف
هيبقى فرق ما بين الاولمبيات 2021 و 2024 ثلاث سنين. لا، هو في الحقيقه هتبقى الاربع سنين من 2020، عشان كده اللجنه الاولمبيه حافظت على اللوجو زي ما هو 2020 بالرغم انها تتلعب في 2021. طيب كده الحقيقه هنكون انتهينا مع اخبارنا العالميه. هنطلع لفاصل عشان استقبل ضيفي معانا الحقيقه النهارده، الكابتن ياسر ابو الفتوح المدير الفني لفريق الشباب لكره السله الحقيقه، اللي خد بطوله الجمهوريه واضاف كاس جديد في دولاب او في دولاب بطولات النادي الاهلي، والحقيقه هو تولى المسؤوليه في اقل من شهر، قدر بالفريق يحصل على الكاس بعد ما حصل طبعا يعني تعثر، وحصل مباراه فيصل ولكن حسمها لصالح النادي الاهلي. هنطلع لفاصل واستقبل ضيفي الكابتن ياسر ابو الفتوح. اهلا بحضراتكم من جديد، وبيستكمل حوارنا مع الكابتن ياسر ابو الفتوح احد نجوم النادي الاهلي ومدير فني الشباب واللي حصل على بطوله الجمهوريه. كابتن، في صوره كنا قبل الفاصل بنتكلم عنها، صوره بتدي رساله من فريق الباسكت، يمكن زي ما احنا بنقول النادي الاهلي اسره واحده. فالحقيقه الصوره دي بتبين قد ايه فريق حضرتك كان متضامن مع مؤمن زكريا لاعب الفريق الاول طبعا لكره القدم، وبيوجهه الاشاره بتاعته. ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. ربنا يشفيه يا رب. وقد ايه يعني لما يبقى لعيبه في السن ده بتبقى عندها الاحساس والعاطفه ناحيه لاعب كوره طبعا في النادي الاهلي، يبقى ده يدل انها اسره واحده. مين صاحب الفكره يا كابتن اللي جت عشوائيه كده؟ والله هم الولاد كانوا بيتكلموا ان شاء الله لو كسبوا يعني البطوله يعني يوجهوا رساله تضامنيه متضامنا يعني مع مؤمن، الله يشفيه يا رب. احنا نتمنى له الصحة والعافية يا رب إن شاء الله ويرجع أحسن من الأول. يمكن يا كابتن الناس ما تعرفش إن النادي الأهلي كلنا يعني أسرة واحدة، يعني السباحة أنت ممكن تخلص تمرين تروح تقعد على حمام السباحة، يعني الجو ده أكيد انعكس على الولاد. النادي الأهلي كيان يا جماعة، النادي الأهلي بيت كبير وإحنا ولاده جواه. صحيح. وبيرعانا رئيس النادي واعضاء مجلس الاداره، كابتن عمرو الخطيب، كابتن عامر، ومش عاوز انسى حد، كابتن خالد مرتجي، كابتن الدرندري، كابتن جوهر نبيل، كابتن جرحي، هم دول رب البيت، احنا في البيت بتاعنا. والله كابتن كلامك يعني الحقيقه يعني في احساس عالي جدا، واحنا كمان كبرنامج الابطال رحنا صورنا مع اللاعبين وسالناهم او طبعا عن اصعب ماتش في البطوله، واللعيبه على فكره وجهت كلام مع حضرتك. ايه رايك نشوف التقرير ده مع بعض؟ تمام. اعزائي المشاهدين هنشوف تقرير مع طبعا لاعبين الفريق قالوا ايه عن اصعب ماتش في المباراه، وجهوا الكابتن ياسر فتوح ايه كمان عشان نعرف بقى كابتن ياسر هيعرف من الكلام مين اللي هيلعب الفتره اللي جايه ومش من هيلعب بعد التقرير. نشوف التقرير واجي لحضراتكم. الزمالك كانوا كاملين، احنا كنا ناقصين لعيبه، فكابتن ياسر كان كلامه معانا يعني قبل الماتش عن في لعيب عندهم مهم راجع من امريكا، فاحنا هنمسكه ازاي، هندافع عليه ازاي. بس ما عملناش حاجه تانية، لعبنا بروح التيشيرت بتاع النادي الاهلي وكسبنا الحمد لله. هو طبعا ماتش الزمالك عشان طبعا ده اهلي وزمالك كده كده يعني، ده المفروض الضغط بيبقى كبير قوي، وكمان الماتش كان اقرب ماتش، كان فرق 2 بوينتس بس، فكان ماتش برده صعب جدا. احنا لعبنا اول ماتش الزمالك كسبنا بصعوبه، ثاني ماتش الاتحاد خسرنا، فده كان دي كانت اول حاجه صعبه عدينا بيها يعني، بس الحمد لله الفرق كلها يعني ضربت في بعض، فطلع ان احنا في ماتش فيصل ثاني مع الزمالك كان هو اصعب فريق لعبناه، فكان ماتش الفيصل كان صعب وكسبنا في اخر ثانيه تقريبا والحمد لله خدنا البطوله. انا شايف ان هي كان ماتش الفاينل لانه كان ماتش كله توتر في توتر، كان الجيم قريب جدا وبعدين فرقنا يعني يعتبر كسبنا في اخر ثانيتين بس، وبعدين الموضوع كان صعب يعني علينا. البطوله كلها كانت يعني الخمس فرق فعلا كانوا قريبين بعض جدا، يعني احنا خسرنا من الاتحاد، ده يعتبر اصعب ماتش لان ده الماتش الوحيد اللي خسرناه. خسرنا من الاتحاد خد المركز الرابع اصلا، ده الفريق اللي خسرنا منه، فهو ممكن يكون ماتش الاتحاد كان اصعب ماتش عشان احنا خسرناه، بس برضه ماتشات الزمالك طبعا كانت دايما قريبه، الاولاني كسبنا فرق 4، الثاني كسبنا فرق 2، فالماتشات كانت قريبه جدا يعني. هي اصعب ماتش كان ماتش الزمالك، هو كان الفاينلز، كان احنا بنلعب اهلي وزمالك برضه على الاول وثاني،
فكانت صعبة قوي الوقت الأخير لأن احنا كنا فرق يعني درو وفرق فضل ثانيتين أو خمس ثواني، بس الحمد لله حد فينا حد وفقه وجاب 2 بوينتس يعني في آخر ثانيتين وفضل ثانيتين وكسبانين. فدي كانت أصعب لحظة لأن لو هم اللي أخدوا 2 بوينتس دول كانوا هم اللي كسبوا. هو طبعا البطولة كانت صعبة بس احنا الحمد لله كسبناها، وكابتن ياسر طول الوقت كان هو يعتبر مرنا شهر يعني، طول الوقت كان كان بيدينا كلام حافز وكله بحيث ان احنا نبقى احسن في البطوله، وطبعا لولا الفتنس ولولا الدنيا ما كناش رجعنا، بس فالحمد لله يعني لولا كابتن ياسر ولولا تعبوا معانا ما كناش توفقنا وكسبنا البطوله يعني. ماتش الزمالك الاولاني وماتش الزمالك في الماتش فيصل، عشان الصراحه يعني هو ماتش فيصل عشان ده فاينل، فطبيعي لو فاينل فبيبقى ماتش حاجه تاني، وغير كده اهلي وزمالك فكان صعب جدا، بس الحمد لله الحمد لله يعني كسبنا فالحمد لله. كان في ماتش النهائي مع الزمالك كابتن ياسر كان دايما عايز يخلينا في اخر ثواني ساعه لما كنا متعادلين، ما كانش عايز يشيلنا ضغط، فكان دايما بيخلينا مركزين ومش عايز اي حد يتوتر، والحمد لله ان احنا ما توترناش قدرنا ان احنا نجيب الماتش. هو ماتش النهائي كان يعني من اهم الماتشات، عشان كابتن ياسر كان دايما بيخلينا نركز على الديفنس، وهو الماتش أزم جدا يعني وصل لاخر كام ثانيه، فاحنا كنا لازم نركز على ان احنا ما نخليهمش يجيبوا باسكت، عشان الحمد لله يعني ربنا يكرمنا. والله اصعب ماتش كان ماتش الزمالك، كان ماتش مأزم جدا، وكان لحد اخر ثانيه كان الماتش ماشي ايكوال، لولا جبنا باسكت في اخر ثانيه هو اللي خلانا نكسب الماتش يعني، وبس يعني احنا لو ان ربنا كرمنا احنا كان زماننا ممكن نخسر البطوله يعني. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن اللعيبه اختلفوا، في لاعبين قالوا لا مش عليك دلوقتي، انا اتكلم على اصعب ماتش، اختلفوا في لعيبه قالت الاتحاد وفي لعيبه قالت الزمالك، يعني اللعيبه حسوا في تباين في الاحساس، ده يدل على البطوله انها قويه. بص هو كابتن هيثم البطوله بتاعه 18 سنه نادي الجزيره، نادي الاتحاد، الزمالك اكتر فرقه كانت يعني، عشان هو ماتش الاهلي والزمالك كان بيبقى في ضغط نفسي وعصبي على الولاد اصلا، فهو ده يعني انا اعتقد ان هو ده كان اكتر ماتش كنت عامل حسابه، لانه حتى بفرض ان هو احنا ما لعبناش مباراه فيصل او كنا كسبنا الاتحاد كنا كسبنا خلاص، بس لا هي الماتشات كانت كلها كويسه يعني قويه، فرق محترمه جدا بمدربينها، نادي جزيره برضو كانت فرقته كويسه جدا، عندهم عناصر طيبه مبشره بالخير برضو، كانت بطوله جامده يعني، يعني بطوله جمهوريه يعني بعكس فرقه بطوله ال 20 كانوا ثلاث ماتشات لم يختبر يعني نادي الاتحاد ما جاش، ف بس ده الحمد لله يعني احنا كنا في 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 ادوار السيمي فاينل احنا كسبين فرقه ال 20 سنه كسبان الاتحاد 27 بوند، واحنا برضو في السيمي فاينل دور قبل النهائي برضو كسبنا سبورتنج فرق 24 برضو. لا هو طبعا يعني قصدي اقول لك كل بطوله وليها ظروفها. طبعا يعني ده يدل النادي الاهلي مركز وشغال. طب يا كابتن قول لي انت اللعيب بالنسبه لك اللعيب المثالي، انت كمدير فني ناشئين او شباب بتتفرج على لاعب، انت بالنسبه لك مواصفات اللاعب المثالي بالنسبه لك ايه؟ بص هو بالنسبه للاعب المثالي مش المثاليه معناها كلمه مثاليه، ايه الادوار اللي انت بتديها له هو بيعملها، لعيب الباسكت اذا ما كانش بيعمل نو ديفنس مش موجود. يبقى انت نمره واحد عندك الدفاع. الدفاع. جميل. يعني انا من المدرسه بتاعتك دي على فكره كل يعني احنا اتمرنا مع مدربين يعني مدرسه روسيه ومدرسه الامريكيه مع كابتن روبرت تايلور ومع باستاجروف ومع ماريو بلازوني. باسكت بول از ديفنس بالظبط كده، هتعمل ديفنس رقم واحد اللاعب يكون بيدافع. اتفرج على جيمات الجيم اللي اهلي والاتحاد لما من ساعات اللعيب بيكسر انه يعمل ديفنس باسكت ان ايزي الدفاع رقم واحد رقم نمره واحد نمره اثنين ان هو يكون ملتزم بينام بدري ودي لازم اللعيب سلوكيا سلوكيا خلاص لعبه الباسكت بقت لعبه الاقوياء لازم يبقى في لا رقم ثلاثة بقى ما تخشش معايا رقم ثلاثة عايز اللياقة البدنية اللياقة البدنية ده يمكن تكون نمرة واحد قبل كل ده عشان إذا كنا نتكلم بالترتيب اللياقة البدنية رقم واحد انت كده قعدت ترتيب الكلام يبقى اللياقة البدنية رقم واحد رقم اثنين اللي هو طبعا الدفاع رقم ثلاثة الالتزام السلوكي في الملعب
وانه هو يبقى عارف الكوتش بتاعه عاوز ايه الدور اللي رسمه له الكوتش ويؤديه. انت عايز اللاعب الملتزم تكتيكيا بالظبط ده اللاعب اللي انت شايفه يقدر. طب انت بالنسبه لك كابتن تحب اللاعب الشويط ولا اللاعب الدخيل اكتر او اللاعب اللي يوصل للمربع اكتر؟ لا هو عشان نقول لازم نبقى الاثنين موجودين. انت طماع يا كابتن قوي. الاثنين لازم الاثنين في نفس ذات الوقت. طب يعني الموضوع ده مش ما احنا بنلعب لعبه باسكت بول من فيها خمس افراد في الملعب. لازم يكون عندك الشويط وعندك اللعيب اللي هو بيعمل بنتريشن اللي هو الخشيب بيوصل للمربع فده لو ده موجود وده موجود انت طبعا انت كده عايز فرقه يعني نموذجيه ان شاء الله. طب لو تخيرت موجودين. طب لو تخيرت بين الاثنين الشويط ولا الدخيل؟ لا لو تخيرت يعني انت في ماتش دلوقتي تخيرت بس على حسب السيتويشن اللي موجود فيه الجيم وانا محتاج ايه. بس انت عايز الاثنين يبقوا معاك عشان اسلحه اكيد طبعا. طب انت كنت لاعب ارتكاز. اللاعب الارتكاز اللي انت شايفه في مصر دلوقتي يا كابتن في مصر شايف انه كما انزل الكتاب هو لاعب ارتكاز. على فكره مفيش زعل يعني احنا احترامنا لكل اللاعبين بس احنا بنقول من وجهه نظر فنيه حتى على فكره مش شرط جوه النادي الاهلي يعني في مصر. هو بص هو يعني على اللي موجود حاليا انا يعني طبعا اول هيثم كمال في الاتحاد وعندنا سيف سمير واحمد اسماعيل كويسين قوي. ما اقدرش اقول ان ده احسن حد يعني على حسب فورمته على حسب فورمته بقى وجاهزيته جاهزيته. لكن نرجع مين هو طارق الغنام طبعا ده الاسطوره ده بتاعنا ده حبيبنا اسف يعني. طب خلينا نتكلم برضو ايه على انت انا قلت لك لاعب الارتكاز عشان انت كنت لاعب الارتكاز دخلت لك من الباب بتاعك تمام. خلينا نتكلم على صانع الالعاب. انت شايف مين دلوقتي في مصر كصانع العاب انت شايف انه بروميسنج وان هو يقدر يشيل الرايه في منتخب مصر؟ في والله في كذا حد يعني مش لازم الاتحاد مثلا فودة. بص يا كابتن سيف يعني دي صوره حضرتك كان سيف معايا تحت 20 سنه الدرجه الاولى. ايوه يا فندم. وعلى المناسبه انا اطمنت على سيف كلمته النهارده لانه كان امبارح تعرض لاصابه. كلمته انا النهارده في التليفون وبعت له سيف واحمد جمال كويسه ان شاء الله. واحمد جمال موجود في الصوره برده. احمد جمال موجود في الفرقه طبعا وكابتن محمد اشرف توفيق موجود معاهم برده. ده كان جيل برده من ده انا بعتبره من اقوى اجيال النادي الاهلي. محمد الاوسي كمان كان في كمان عماره في الجيل ده عماره كمان أمارة بس مش موجود في الصورة. لا في صورة تانية لو عمارة معانا يا جماعة هتقولنا أصل الجيل ده أنا فاكره كويس لأنه لحقني الجيل ده لعب معايا كتير. فهتقولنا برضو عمارة. طيب خلينا أول ما تيجي صورة عمارة اللعيب البوينج جارد أحسن يعني عشان بس إيه من برضو أنا عارف إن الحتة دي أحسن لاعب بوينج جارد أنت شايفه دلوقتي في مصر وشايفه إنه يقدر يحمل الراية في منتخب مصر. أنت قلت لي فودة. ومين تاني؟ هو مش حاضرين الاسماء دلوقتي. الصوره الثانيه اللي فيها عمارة. تمام. محمد عمارة اللي هو في النص رقم 4. تمام. اتفضل يا كابتن. مين قلت لي فودة ومين تاني؟ اعتقد كمان كابتن مودي الجرحي. تمام. مين تاني؟ ما عنديش مش فاكر الاسامي التاني اللعيبه بتاعت تاني دولة في حد في الجزيره. دولة فودة ودولة لعيبه واو. طيب. يعني خلينا نقول برضو يا كابتن يعني اكيد انت كمدرب مثلا ليك مدرسه بتتبعها او اتعلمت منه. ما احنا اجيال بتسلم اجيال. مين اكتر مدرب انت خدت طريقه؟ بص هو انا اتمرنت مع مدربين كتير يعني مثلا كابتن اشرف توفيق انا قعدت معاه 13 سنه وانا بلعب. اتأثرت جدا بمدرسته. مدرسه الباسكت بتاعته عاليه جدا. طبعا بنحاول نستفيد من كابتن مرعي من خلال اكيد الماتشات ديت طبعا. كل مدرب نحترمه وليه مدرسته وحاجه محترمه. المدارس اللي احنا برضو واحنا في المنتخب يا كابتن هيثم الروس والامريكان بيعلوا كمان المنتالي بتاعك طبعا بخلاف الدورات التدريبيه اكيد. فدي طب حاجة كابتن يعني عشان الوقت مر سريعا توقعاتك لماتش بكره هنقفل بيها حلقه ان شاء الله. انا اتوقع النادي الاهلي بكره ان شاء الله يعوض نتعادل 2-2 ونروح على ماتش 5 وانا بضم صوتي معاك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله تمنياتنا ان ده يتحقق باذن الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين طبعا في النهايه برحب او يعني بشكر ضيفي الكابتن ياسر ابو الفتوح نجم نادي الاهلي السابق واحد رموز طبعا كره السله في النادي الاهلي ومش في الاهلي بس في مصر. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن. انا سعيد بيك جدا كابتن هيثم ومتشكر جدا على الحلقه اللطيفه ديت وبشكر الناس اللي قايمه على مجهود فظيع جوه قناه النادي الاهلي. أعزائي المشاهدين مرت الوقت سريعا واستنونا إن شاء الله في حلقة قادمة
وقصة جديدة وبطل جديد في برنامج الأبطال.